الخير وحلقة جديدة في دائرة الضوء على النهار اليوم. الجزء الثاني من الحلقة هيكون ضيف حضراتكم اللواء أركان حرب طيار سمير عزيز ميخائيل. ده واحد من يعني من الطيارين، يعني بيطلق عليه انه افضل من افضل الطيارين اللي قادوا الميج 21 خارج الاتحاد السوفيتي. ده يعني واحد كفاءة وشجاعة وكل حاجة في يعني نقدر نقولها على المقاتل المصري، الطيار المصري، نسور الجو المصريين. اللي هو سمير عزيز النهارده لما بنين، بس عشان نفتكر حاجاته برضه، لان احنا في الوقت اللي احنا فيه ده محتاجين نفتكر شويه حاجات، بس محتاجين نفتكر ازاي ان يبقى في اولويات وفي اهم ومهم، ازاي ان الوطن كل حاجه تزول امامه، لان حقيقه الامر وعشان نعرف ان الوطن كل حاجه يعني لا قيمه لها امام الوطن، نشوف ابطالنا اللي في الوقت اللي موجودين، نشوف اللي استشهدوا هم يعني نحتسبهم، يعني هم عند ربنا سبحانه وتعالى، اللي تعوروا، اللي عايشين، اللي ماتوا، اللي الكلام ده، بس كان اي واحد على السعادة ضحى بعمره عشان الوطن. احنا عايشين في وقت دلوقتي اي واحد دلوقتي عمال يدلو بدلو عشان يكسر ويهدم في الوطن، وكل يوم خلق مشكله. تلاقي مذيع طالع بيستدرج حد، خدت بالك، اللي خلق مشكله، مش عارف بيعمل ايه، خلق مشكله، وجاهزين ومحامين جاهزين يرفعوا قواضي وما اعرفش ايه يعملوا. هي بلدنا مستحمله ده بذمتكم؟ يعني بالذمه كده احنا بلدنا مستحمله ده؟ تعالوا نشوفوا، هدول مصريين ودول ومولدين، وفتره من فترات كانوا يعني كل يوم بيبقى قايم الصبحيه، يعني هو مش عارف هيجي عليه اخ الليل هيجي عليه ولا لا، مش عارف هيكمل ولا لا، مش كل طلعه بيطلعها بطيارته او اي حد مقاتل في القوات البريه، يعني من اي دوريه طالعها مش عارف راجع ولا لا. واحنا اصلا في الحياه احنا مش عارفين احنا بنطلع مش عارفين راجعين ولا لا، بس دايما في الحرب بتبقى المخاطر اكتر والظروف اكتر، انما في كل الاحوال بتبقى انت على استعداد تقدم عمرك عشان الوطن. ما تيجي نفتكر الحكايه دي، نفتكر حكايه ان انا اقدم عمري عشان الوطن دي، نفتكرها اليومين دول. ما بنقولش لا سمح الله قدم عمرك، بس بنقول له انك انت بلاش حتى تشارك في سفسطه، بلاش تشارك في المعارك الوهميه اللي شغاله عيني عينك، بلاش نشارك انك انت تعمل حاجه، بلاش نشارك انك انت تقول تصريح حاجه، وحتى لو واحد قال تصريح اهبل ما بلاش ناخده. زي النهارده حد من حقوق الانسان قال لك الداخليه بتقول الضباط انتوا اسياد هذا الوطن، يعني مين اللي يعني الوزير قال لهم مثلا هذا الكلام؟ ايه الاستفزاز ده؟ وايه اثار انتوا عايزين ايه؟ انتوا يعني عمالين تثيروا في الناس عشان يطلعوا يعملوا ثوره يعني، ولا انتوا عايزين ايه؟ لو افترضنا ان حصل حاجه زي كده، الله، يعني لو افترضنا هذا الكلام ده حصل، طب انتوا عارفين النتائج ايه؟ ولا عارفين احنا هنروح على فين؟ في ظل الشغل اللي معمول لك من بره، وفي ظل الكراهيه الشديده اللي بتحملها دوله قطر او النظام الحاكم في دوله قطر، وانا بعتبر الشعب دلوقتي مشارك بالصمت بتاعه، هو مشارك. ما تقوليش لا مش لما تقعد ساكت وشايف الانحطاط الاخلاقي اللي بيعملوه النهارده. قطر وتركيا علني، هم داعمين الاخوان علني، والتنظيم الدولي علني، عشان يبقى الشوكة في جنب مصر. بس هم مش فاهمين حاجة ولا عارفين حاجة ولا هيتعلموا حاجة من التاريخ ولا من اللي فات، ولا عارفين هم بيتعاملوا مع مين. ده تعبان اول ما بيبرد بيتكنوا وبتاع، ده تاخده الدفيحة يروح واكلك على طول. فانا النهارده احنا محتاجين ده في الوقت اللي احنا فيه. انتوا عمالين تهيلوا في الدنيا، عمالين تعملوا مشاكل، وعمالين كل يوم خناقه وكل حكايه، نخلص من المطار، نخلص مش عارف من ابو تريكه، نخلص مش من عارف ايه، في ايه؟ في ايه يعني؟ ادي نموذج النهارده اللواء سمير عزيز ميخائيل، اللواء طيار، احد نسور الجو المصريين اللي احنا من حقنا نفخر بيهم، ونفخر ببطولاتهم، ونفخر بمواقفهم، وربنا اداله يعني ربنا اديله العمر واداله العمر ان يعيش في الوقت ده. بس انا طبعا انا حاسس بده وشايف ده في عيون كل ما بشوف حد من الـ من 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 الـ من الجيل اللي عاش وحارب وكلام ده. الحقيقه كل الناس زعلانه ان ما كانش متصور ان مصر في الوقت ده بدل ما نقف نحط ايدينا قدام بعض عشان ناخد بايد بلدنا ومصر تصلب عودها، عمالين نفحص في بعضينا، وعمالين نتخانق مع بعضينا، وعمالين ننفذ اللي هم عايزينه مننا.
النهارده الرئيس السيسي قدم قلاده الجمهوريه لحاكم الشرقه النهارده اللي هو الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. الدكتور سلطان بن محمد القاسمي يعني عضو المجلس الاعلى بدوله الامارات العربيه حاكم الشرقه. الدكتور القاسمي مش من النهارده ولا من امبارح، ده من زمان. هذا الرجل الحب اللي هو بيحمله في قلبه، ويعني يعني وده مش جديد على الامارات ولا جديد على الامارات المتحده ولا بس هذا الرجل الحقيقه مواقفه وحبه لمصر وقد ايه يعني الا يستحي ابناء مصر عندما يجد هذا الحب وهذا الكلام، وهو بيتكلم على بحبه شديد وبيخايف على مصر، واحنا ولا كاننا هنا ولا كاننا شايفين ولا كان في اي حال. النهارده الرئيس قدم للدكتور سلطان محمد القاسمي قدم له قلادة الجمهورية، وكان منحها لي في قرار جمهوري صدر 29 ديسمبر 2019 لمواقف الدعم بتاعته لقطاع الثقافة في مصر وحرصه على إنشاء دار جديدة للوثائق القومية بمنطقة الفسطاط. اللقاء ده حضر النهارده خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه، والدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافه، ومن جانب الاماراتي الدكتور سلطان الجابر وزير الدوله الاماراتي، والسفير محمد الظاهري سفير دوله الامارات بالقاهره، واحمد العامر رئيس هيئه الشرقه للكتاب. انا النهارده عايز بس اجيب فيديو كان بيتكلم فيه دكتور سلطان وبيتكلم على مصر وعلى في نفس الوقت الحاكم قطر الاب اللي هو اللي كان شال ابوه وبعدين ابنه شاله ده ازاي بيشتم في مصر وازاي كرهته لمصر؟ انا نفسي افهم من دول يعني من ايه؟ يعني كاره يعني هو اتولد كده يعني مثلا؟ هل هو مثلا اتخض وهو عيل صغير مثلا عرس عضته اتخض مثلا فطلع بيكره مصر مثلا؟ انا مش قادر افهم من ايه؟ يعني ما انا ما فيش حد يعني الغريب بيجي البلد دي بيجي يعني بيطلع مبسوط من طيبة المصريين وشعب طيب وما فيش حاجة، وبعدين احنا مش في دماغنا قطر خالص يعني، هتبقى في دماغنا ليه طيب يعني؟ وما فيش أي مشكلة في أي حاجة بالنسبة للناس دي. هل أنتوا النهاردة عشان الدور اللي بتلعبوه؟ أنتوا مقدرين بلكوا شقة مفروشة الأمريكان، قاعدة عسكرية الأمريكان، أنتوا خلاص بقيتوا عميل دلدول للأمريكان، كلب ماشي ورا الأمريكان، ماشي أنتوا حرين. إنما أنت مالكم مالنا يا جماعة؟ وريني يا ابو العيله كده كلمه الدكتور سلطان محمد القاسمي. خرجت من هذه البلد بعد ان طبعت كل صوره لمصر في قلبي، من اثارها، من تراثها، من علمها، من كل حاجه، واحتفظت بها الى هذا اليوم. يوم ما احترق المجمع العلمي كانت الكتب تحترق في الداخل وكانت النار في قلبي، فأنا اتصلت مباشرة وأقول أنا عندي الكتب، أنا هعوض كل حاجة، لأني أنا عضو في المجمع اللغوي من مدة طويلة وأعرف ما في ذلك المكان. ربما بعض الناس يفتكر أن المكان الذي يحترق ربما يكون أثاث لما يكون مخازن، لا أبدا، أنا أعرف مكان الكتب وأعرف اللهب الذي يخرج من الشباك، أنا أعرف ماذا خلفه، والحمد لله بكل جهد استطعت أن أعوض المجمع العلمي بالكتب جميعها التي احترقت وزيادة. شفنا الدكتور سلطان محمد القاسمي حاكم الشرقه هو بيتكلم عن المجمع اللغوي وهو المجمع العلمي لما اتحرقت، وبيقول انا عارف اللي اتحرق ايه وانا استطعت ان اعوض واجمع هذا الكلام، واللي هي دي المساهمه اللي عاملها. هو محب للثقافه ومحب للعلم ومحب لمصر ومحب لكل ما هو فيه خير لمصر. عايز افكر بس صور من اطلقوا على انفسهم صوار اللي معاهم الكارنيه بتاع الصور، وعايز افكر النخبه اللي هي زيطت وزيطت لهم، وعايز افكر اللي كانوا اللي بيدافعوا وما زال يدافعوا عن الذين حرقوا المجمع العلمي. عايز اقول للشباب اللي اتضحك عليه وفاهم انه وطني وفاهم انه سائر وفاهم انت مش عارف حاجه خالص،
الوطني لا يحرق بلده، والوطني ما يروحش يحرق المجمع الأمني، لأن ده أحد المطالب الأساسية للصهاينة دايما. شوفوا عملوا إيه في العراق، وشوفوا خلوا بتوع داعش يكسروا إيه ويحرقوا في إيه ويعملوا في إيه، وشوفوا عملوا إيه في العراق، أخدوا كل ما هو العراق طبعا عنده تراث هائل. شوفوا عملوا إيه في العراق، كان بيتعمل ده المخطط ده مين؟ بيتعمل بمين؟ بشبابنا اللي هم مية مع كارنيه ثوار، ومين اللي بيحميه؟ النخبة، زي الأديب بتاع الأديب العالمي كده، وعلى نخبتهم اللي اسمه اللي هم احنا عارفين أسامي معينة اللي بتحارب، بيقول لك الحرية، أصل احنا لازم تظاهر، حرية التظاهر لابد من حرية التظاهر، ومش مهم المجمع العلمي يتحرق يولع بجاز على التظاهر مش ظاهر، واحنا ده خلاص المسألة، ده احنا ظهرنا في الحيط. فالنهارده شوف لما الشاب ده لو عرف قيمة مجمع العلمي ما كانش عمل ده، لو يعرف يعني ايه انتماء ووطنية ما كانش سافر اصلا وديله دروس زي انك تحرق في بلدك. لو هو عارف يعني ايه الحقيقة الشيخ سلطان القسمي يعني في الكلمة بتاعته والمساهمات اللي عاملها والدار الجديدة للوثائق اللي عملها اللي يعوض فيها المجمع العلمي كله اللي في مدينة الفسطاط، شيء رائع 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 يعني. والمحب لأي حد يعني أي إنسان عادي طبيعي أنه هيحب، يعرف يحب ما يعرفش يكره، حتى لو هو في حد ما بيعرفش يكره، ده الناس العادية، إنما المعقدين والمقدورين واللي بيشتغلوا عبيد عند الأمريكان هم اللي بيكرهوا وهم اللي بيتأمروا وهم اللي بيعملوا كل حاجة. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن أنا دلوقتي بقت المسألة تبتدي تقرا في الجرايد الصبحية تصدم من قضايا أنا مش قادر في الإصرار على أسرتها إيه؟ وإيه المغزى اللي بيتعمل ده؟ وإيه يعني الحكاية؟ وبعدين خلاص واتفتحت بقى الأبواب كلها، الناس اللي نطت على الباص اللي إحنا سمعنا أساميهم بعد زي الدكتور مصطفى حجازي والناس اللي نطت بالباراشوت دي كلها مقالات سم كده. طب انت عايزين ايه؟ ايه المقترح بتاعك انت وهو؟ يعني انت مش عاجبك السياسة اللي موجودة بتاعت الدولة، مش عاجبك، طب قول لي ايه المقترح؟ انت النهاردة مثلا عملت مؤتمر اقتصادي، المؤتمر الاقتصادي كل الدول المنحة وكلام ده كله لن تستطيع ان تقدم شيء، ولا انت تستطيع انك تفعل ايه قبل ما يجي مجلس الشعب، لان مجلس الشعب هيصادق على كل القرارات التي اتخذت في غيابه اللي دي كلها. فالنهاردة ما ينفعش ان انا ادخل في مشروع وبعدين المجلس الشعب يرفضه لسبب الاخر، هو حر لان السلطه بتاعته دلوقتي في الكلام ده كله. ففي حاجات بتتعمل، في مشروعات كتيره بتتعمل، وفي حاجات كتيره جدا المفروض كانت تعمل نتائجها، وحقيقه الامر اهمال، دور معاكس، ناس تانية بتشتغل بالعكس في داخل الحكومه. يعني انا النهارده لا اجد اي مبرر خالص النهارده، وانا هنا بقول للسيد وزير الزراعه الحقيقه يعني باعتبار ان الفلاح ده مسؤوليتك، فلاحين اصلا اللي قدموا قصب السكر للمصانع في الصعيد لازم ياخدوا فلوسهم، وزير التموين مش عايز يديلهم فلوسهم لان الفلوس اللي عنده اداها اللي بيستورد السكر، ومش مهم الحكومه ومش مهم المصانع بتاع الحكومه ومش مهم الفلاح يولع بجاز. طب الفلاح ده مين يحميه؟ مين اللي يجيب له حقه؟ انا بقول للسيد وزير الزراعه بشوف ده، ما هي دي المشاكل الحقيقيه اللي انكم تقدروا تيسروا الدنيا على الناس. فلما يبقى الفلاح عنده مشكلة لازم الوزير المختص يهتم والجهة المختصة تهتم. يعني النهاردة وفي أزمة زي بتاعة الأزمة اللي بتحصل في بشاير أي خضار وبشاير أي فاكهة بتبقى الحاجات غالية، اتعملت حكاية مصر كلها وقفت على رجليها، الإعلام اللي عملها طبعا، البامية أول مش عارف هو في إيه يا جماعة؟ إيه الموضوع؟ فأنا النهاردة في ناس كتير، ناس مثلا اللي هي مشروع ابن بيتك اللي إحنا عملناه ده هنذيعه بكرة ولا بعده تقرير، الناس من 7-8 سنين بقوا مش عارفين يروحوا هناك، لا في طريق ولا في حكومه ولا في امن ولا في بوليس ولا، طب مين يحل المشكله؟ الناس اللي دفعت فلوس عشان